نذهب معكم إلى القاهرة حيث سألنا الجماهير عن توقعاتهم لمباريات نصف نهائي المونديال. نتابع. أعتقد إن النهائي هيبقى المغرب والأرجنتين. كلنا كعرب نفسنا المغرب طبعا ياخد البطولة. المغرب عاملة مونديال حلو طبعا، ونتمنى يعني يتعادل النهائي بإذن الله. بإذن الله المغرب هتحمل كأس العالم. يعني هو سيناريو تحسه معروف كده، أصلا المغرب كويسة كل حاجة، بس فرنسا بصراحة تقيلة قوي، مليانة لعيبة. أرجنتين أتوقع إن هي اللي هتكسب كرواتيا، وأعتقد فرنسا هتكسب المغرب. المغرب هتدافع، بس أتمنى يعني المغرب تكسب، بس هي فرنسا اللي هتكسب. الأرجنتين إن شاء الله. ساعتها لو وصلوا ما حدش هيزعل مين هيكسب. الاثنين، كل ميسي ياخد المغرب هيكسب، كلنا هنبقى فرحانين. ما فيش صديق للكرة، مش معروف أي حد يعني، ما ليش صاحب يعني.